دكتور سمر، في البداية كنت عايز أسأل حضرتك عن المشاكل اللي بتصيب الأزواج في العلاقة الزوجية، ويحصل ملل ويحصل ما بينهم روتين وميبقوش عارفين يتعاملوا مع بعض، خلاص زهقانين، يعني في سكوت، في روتين، في ملل، في رتابة. إزاي نعرف نتعامل مع الحالة دي، وإزاي نقدر نكسر الروتين ده؟ المشكلة اللي كلنا تقريبا بنقع فيها اننا اول ما بنتجوز خلاص النهاية، خلاص دي النهاية، بداية النهاية. لكن احنا عايزين نخليها بمفهوم تاني، انها بداية البداية فعلا. صحيح. ونبدأ اننا نشوف ايه الحاجات اللي لما تكوني زهقانة بتعملي حاجات تطلعك من الملل وللزهق ده. لكن اما بنكون زهقانين واحنا في العلاقة الزوجية او الحياة الزوجية الروتينية المملة كل يوم اللي بنبات فيه بنصبح فيه، ما بندورش على حل، ما بندورش ازاي نكسر الروتين ده، بنفضل قاعدين وساكتين لغايه، عارفه لما تكوني سايبه حاجه لغايه ما التراب يملاها وتقعدي تتعبي جدا علشان تبتدي ان انت تنظفيها، غير اللي بتنظفيه اول باول. صحيح. فنحاول بقدر الامكان اننا نشيل الشوائب ونشيل الرتابه ونشيل الحاجات دي باننا نعمل حاجه جديده. حتى لو في البيت، يعني انا بالنسبه لي المشاركه في الاعمال المنزليه والحاجات اللي الهزار والحاجات اللي بتقع وانت بتنظفي والكلام ده بيعمل حاله من الايه، من عدم الاستابيليتي اللي احنا بنفضل ماشيين عليها، شكل السكون والثبات الممل جدا ده اللي بيصيبنا، لا بيخلي الدنيا مختلفه وكل يوم بتعملي حاجه جديده. نعمل حاجات جديده مع بعض، ايه المشكله اننا نقوم نتمشى كل يوم شويه؟ ايه المشكله اننا لما نلاقي نفسنا زهقانين ننزل نخرج حتى لو الساعه 2 بالليل؟ ايه المشكله؟ يعني اكيد الست ماشيه مع جوزها، يعني ما فيهاش مشكله. فالكسل بقى وان لسه هننزل، لسه مش البسوا اي حاجه وانزلوا، اعملوا اكسروا حديه الحياه الناشفه من كل الجوانب. محتاجين اننا نغير. ليه في بعض الازواج او الزوجات يفكروا ان هم يكسروا الملل ده بس بخناقه؟ اقول لك بقى ايه، احنا من قاعدين مش طايقين بقى، انت قاعد ساكت كده ليه؟ هو انت كنت يعني انا كنت اخدت منك عشان تفضل قاعد ساكت؟ تبدا خناقه كبيره جدا جدا ما بينهم، وبيبقى ده نوع من انواع كسر الملل والرتابه ما بينهم بس بطريقه سلبيه. حضرتك رايك ايه في ده، وايه بيبقى الدافع لده؟ هل هو فعلا هي عايز تكسر الملل، او هو عايز يكسر الملل بس بيعملها بطريقه صعبه او خاطئه؟ هو ما بتبقاش بالشكل ده، هي بتبقى زهق زياده عن اللزوم، او بقى خلاص عارفه بتبقى حاله فوران كده، انا زهقانه وهو ما بيكلمنيش وقاعد على طول وشه في التلفزيون او في التليفون وعمال يكلم اصحابه وما بيكلمنيش انا. طب ما نفتح مواضيع جديده، طب ما نلعب لعبه. صحيح. ايه المشكله؟ احنا عندنا ثوابت محافظين عليها قوي وخايفين عليها تروح، وهو ده اللي مخلينا زهقانين، اننا ما عندناش الحاجات اللي بره الصندوق دي محرمينها على نفسنا، بالرغم من انها مش حرام. يعني اما تقعدي تلعبي مع جوزك لعبه، اما تتفرجوا على التلفزيون انتوا الاثنين، اما تتناقشوا في حاجه، مواضيع، اي مواضيع ايا كانت، اخرجوا بره اطار البيت. يعني بلاش مشاكل الولاد اللي على طول، مشاكل البيت، احنا محتاجين مصروف، احنا محتاجين فلوس، خلاص انت قلتي المشاكل اللي عندك وهو قال اللي عنده، خلاص بقى. وما نطولش الكلام في الكلام ده، يعني انا هلاقي الدنيا بدات الاصوات تعلى وبدا الموضوع يكبر، لا خلاص اوقف وافتح موضوع تاني خالص، بعيدا عن كل اللي احنا كنا بنتكلم فيه. لو انا جوزي مثلا ما بيعرفش يفتح مواضيع، ازاي اعرف اخليه يفتح معايا مواضيع، او ايه الحاجات اللي اقدر اتكلم معاه فيها، الطريقه اللي اجذبه بيها علشان يبقى في ما بيني وما بينه نقاش؟ هو شخص ساكت على طول، ما بيحبش يفتح مواضيع، ولا حتى لما بفتح مواضيع بيقفلها. وقلنا ممكن نتمشى، ممكن نلعب لعبه مختلفه ممكن، بس هل في طريقه مختلفه او اقدر بيها اخلي الراجل يتحدث؟ لانه ممكن يلعب معايا وهو ساكت برضه، يعني نلعب كوتشينه نزرار اهو ساكت. كل واحد فينا ليه اهتمامات هو بيحبها، وجوزي عارفني وانا عارفه جوزي، هو بيحب ايه، بيحب يتكلم في ايه. لو انا معرفش خالص بيحب يتصل باصحابه يتكلم معاهم في ايه، فافتح بدايه الكلام تبقى في الموضوع اللي هو بيحب يتكلم فيه، حتى لو كان على البلاي ستيشن، حتى لو كان على الكوره. افتح اي كلام في حاجه هو بيكون بالنسبه له انترستد جدا جدا انه بيتكلم فيها. اقول له مين اللي هيلعب الماتش الجاي، طب الماتش الجاي وانا ما اعرفش حاجه اصلا، يعني انا فعلا بسال لان انا ما اعرفش. البلاي ستيشن، احدث بلاي ستيشن نزل ايه ده، تخيل انا مش عارفه لقيت ايه،
هتفتحي موضوع هيبدا يتكلم معاكي لانك فتحتي له في حاجه هو بيحبها. ايوه صح. زي ما بيتكلم مع اصحابه، طب ما بيتكلم مع اصحابه بالساعتين ثلاثه وبيقعدوا يهزروا ويضحكوا لانه بيتكلم في الحاجات اللي بيحبها وفي بينهم وبين بعض ايه حاجات مشتركه فبيقدر يتكلم. فخلي افكارك المشتركه اللي بينك وبينه الحاجات اللي هو بيحبها، هتلاقيه هو كمان انت تقدري بقى تجذبي الحديث للحته بتاعتك انت في اي مكان لانك بداتي في حته هو بيحبها اصلا ومبسوط انه بيتكلم فيها. الصمت العقابي، وده يمكن من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الانترو وانا بقدم حضرتك، فكره الصمت العقابي والمصطلح ده بدا ينتشر جدا جدا بينا، وناس كتير ما تعرفش ايه هو الصمت العقابي، سواء من الرجل او من المراه. ايه هو الصمت العقابي وليه بيحصل؟ الصمت العقابي دي بدل ما بكسر البيت واعمل خناقه كبيره واجيب العيلتين باخد جنب، وممكن اللي قدامي ما يعرفش انا زعلانه من ايه. الله، هي مش دي العقله الرزينه؟ لا، هو في فرق مش كتير. دي ست كل العقله اللي ما بتعملش مشاكل؟ لا، العقله الرزينه اللي تتكلم وتعاتب وتخلص يخلص الموضوع ما عادتش تتكلم فيه تاني. لكن الصمت العقابي اني باخد جنب وبيطول. واللي قدامي ما يعرفش انا حتى ما عقبتش ان انا زعلانه من ده او اديته فكره ان انا زعلانه من ده. لا، انا سكت وخدت جنب وقفلت على نفسي. الخطر في الصمت العقابي انه ممكن يطول وانه ممكن اللي قدامي يسيبني اتفلق. خلاص انت مش خدتي الجنب، خلاص خليكي بقى، انا ما اعرفش اصلا انت زعلانه من ايه، او العكس. فالاتنين بيبتدوا يبعدوا، بيبعد واحده واحده لحد ما بيبعد خالص ما بيعرفش يرجع. ودي اللي الناس فاكراه انه طول ما انا معززه نفسي وما بكلموش هو هيتجنن لا، في ناس ما بتتجننش ولا حاجه، في ناس بتسيبك زي ما انت وتمشي. او العكس، تقول لك خلاص هو بقى هو شكله كده وكئيب دايما وواخد جنب وما بيعاتبنيش. فاحسن حاجه العتاب اللطيف اللي انا زي اخص عليك، انا زعلانه منك عملت كذا وكذا، طب ما كانش المفروض تعمله، طب اعرف اللي قدامي اصلا ان انا زعلانه. صح. اديله يعني فرصه انه يدافع عن نفسه او يقول لي هو يعني عمل الموقف ده ليه، ايه مبرراته. يعني الصمت العقابي ده بيبدا بان انا حتى ما بررتش انا متضايقه ليه، او الراجل ما بررش هو متضايق من ايه او ايه اللي زعله. كتير كده هو خدها سايلنت كده وما نطقش وما اتكلمش خالص، ودي اوقات بتوصل ناس للطلاق. طبعا، خصوصا لما يكون اللي بيعمل كده الراجل. طبعا، لان الراجل بياخد جنب وبياخد جنب قوي وما بيرجعش، والست تفضل تساله هو في ايه، انت متغير ليه، مالك مالك، هتفضل تسال مالك كده فتره مش طويله، بعد كده خلاص هتزهق بقى، تقول لك انا عايشه مع واحد صامت، انا عايشه مع نفسي، كل الحاجات اللي بحبها بعملها لوحدي. وهو كذلك لو هي عملت كده فتره كبيره خلاص انا اتعودت على البعد. يعني سالوا ست قالوا لها انت اكتر مده اتخاصمتي مع جوزي فيها قد ايه؟ قالت لهم 3 شهور. قالوا لها ورجعتي؟ قالت لهم ما رجعتش زي الاول، لاني كنت اتعودت اعمل حاجات بالليل مع نفسي، اقعد اقرا كتاب في هدوء في ضوء الاباجوره، وخدت وحبيت الحكايه دي، فما كنتش عارفه اعمل نفس الحاجات الاحاديث اللي كنا بنتكلم فيها بالليل والحاجات والهزار والكلام والتلاقي في الافكار مع بعض ما عادتش موجوده، ومش عارفه ارجع لها لاني بقيت محب جدا القعده دي. فهو دي مشكله الصمت العقابي، ان انا باخد جنب وباخد على كده، وخصوصا لو لقيت ملاذي فيه. يعني لو لقيت الحاجه اللي انت بتحبيها خلاص، ايه ده، انا كنت تايهه عن الحته دي فين. فخلاص بقى مش عايزه ارجع بقى تاني للمشاكل وهات وخد والكلام اللي يوجع القلب ويوجع الدماغ، لا خلاص خليه ساكت وانا ساكته وخلاص عشنا على كده. تفضل الفجوه تبعد 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 لحد ما يوصل للطلاق الصامت. ان احنا قاعدين مع بعض في البيت لكن منفصلين، مش حاجه عن بعض ومنفصلين. هي بتبدا واحده واحده، كل حاجه بتبدا من ما فيش. طب هل في صمت عقابي ممكن يبقى مفيد في بعض الحالات؟ يعني الحاله دي او الموقف ده حصل لك، يبقى التزمي الصمت العقابي او اسكتي او ما تتكلميش خالص لفتره معينه، مش لمده طويله، مش لشهور. يعني هل ممكن في بعض الاحيان يبقى حاجه كويسه الصمت العقابي ده، ولا هو على طول شيء سيء او شيء مضر على العلاقه؟ لا، اوقات بيبقى صحي، لكن بعد ما اقول ان انا زعلانه، اعلن عن سبب زعلي، اقول انا اتضايقت من ايه، من 1 2 3 4 ومش قادره اتكلم دلوقتي، ساعتها ممكن اخد جنب لحد ما اهدى، لحد ما اقيم الموضوع مع نفسي، لحد ما اشوف اصلا ويكون الموضوع يستاهل، مش كسر لي كوبايه انا بحبها اخد جنب وازعل اكيد. يعني في لا، في ناس بتزعل من حاجات بسيطه قوي وتافهه جدا وتقول الموضوع كبر قوي وما كانش يستاهل.
فاما اخد موقف لده لانه اوقات بيفلت مني العيار وبيزيد وما بعرفش ارجع حتى لو مده بسيطه. فعلشان اعمل الحكايه دي وتكون صحيه اكون فعلا موضوع محتاج مني تقييم ومحتاج مني بعد ايا كان الاثنين سواء راجل او ست. الموضوع اللي حصل كبير محتاج ان انا ابعد عشان اشوف الصوره من بعيد او ان انا اقيم او ان انا اهدى بدل ما اقول كلام للي قدامي يزعله. صح يعني صح. ممكن ابعد عشان اهدى لكن ابعد بقى بالشهور والكلام ده لا مش كويسه بصراحه.